لكن خليني هرجع لك على المصري اللي دايما يستحق كل حاجة كويسة، ويستحق دايما ان احنا نفضل واقفين جنبه. فتلاقي انه حصل توجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية بزيادة المقررات التموينية، يعني زيادة الدعم اللي هو بين قوسين كده اسمه الدعم الاستثنائي. طيب ليه ضوابط؟ تعالوا نفهم الضوابط دي ايه. معانا على تليفون استاذ محمد صعد الله، وكيل وزارة التموين بالاسكندرية. اهلا بيك يا فندم. انا تمام بحضرتك استاذ. ازاي الحال؟ كله تمام الحمد لله. تمام نحمد التموين ربك. بخير بخير دايما ان شاء والدعم الله. والدعم الاستثنائي بخير؟ الدعم الاساسي والاستثنائي بخير ان شاء الله بعون الله. اشرح لنا يا فندم ايه هي ضوابط الصرف بعد الدعم الاستثنائي، لانه الموضوع برضو ملتبس على ناس كتير. تمام. هو طبعا مع زيادة الدعم اللي هو الدعم الاستثنائي زي ما سيادتك قلت كده، هو فعلا هيبقى فيه دعم ان شاء الله، او بقى فيه دعم اعتبارا من شهر سبتمبر اللي هو الشهر الحالي 100 جنيه و200 جنيه و300 جنيه طبقا لحال كل بطاقة. فمع هذا الزيادة لازم كان يبقى فيه ضوابط لصرف السلع علشان يبقى فيه عدالة في التوزيع بالنسبة للمواطنين، وان يبقى المواطنين يقدروا يحصلوا على العديد من السلع الأساسية بالنسبة لهم بوفرة وبالتواجد إن شاء الله. كويس. الدعم عشان يتصرف معالي الوزير مجرد ما طلع قرار فخامة رئيس الجمهورية بزيادة الدعم أصدر توجيه وزاري بتنظيم صرف السلع التموينية، وخاصة السلع اللي هي عليها إقبال كبير اللي هو السكر والزيت والرز والمكرونة. حلو. وباقي السلع طبقا لاحتياجات المواطنين. ماشي. فعشان ننظم السلع ديت اللي هي السكر والزيت تحديدا، فكان لازم يتحط لها ضوابط او كميات محدده لكل بطاقه عشان المواطن يقدر ياخد احتياجاته، ونقدر نقول ان جميع البطاقات التموينيه على مستوى الجمهوريه استفادت بهذه السلعتين. بالنسبه للسكر مع الوزير اصدر تعليماته ان كل فرد في البطاقه التموينيه من حقه ياخد 2 كيلو سكر شهريا بس بحد اقصى 4 افراد. كويس. يعني لو البطاقه من فرد لغايه 4 فكل فرد داخل البطاقه بيستفيد ب 2 كيلو سكر. كويس. طيب البطاقات اللي بتزيد عن 4 افراد برضه هياخدوا ال 8 كيلو سكر اللي هو الحد الاقصى للـ4 افراد. ماشي. يبقى كده عندنا في بطاقات بخمسه بسته بسبعه هياخدوا 8 كيلو سكر على البطاقه. بالنسبه للزيت كل فرد هيبقى ليه زجاج الزيت من فرد لغايه 4، كل فرد داخل البطاقه بيستفيد بزجاج الزيت 800 مللي جرام بحد اقصى 4 زجاجات للبطاقه. ما زاد عن الـ4 افراد فهو برضه هياخد 4 ازايز زيت. ماشي. بالنسبه للرز هنا بقى مش للفرد، للبطاقه. للبطاقه. ها. البطاقه بقى ايا كان عدد افرادها لغايه 4 افراد البطاقه ليها كيلو رز وكيلو مكرونه. اوكي. البطاقة اللي بتزيد عن 4 افراد ليها 2 كيلو رز و2 كيلو مكرونة. باقي مبلغ الدعم اللي باقي للمواطن من حقه ياخد بقية السلع التموينية اللي معروضة عندنا، عندنا قائمة السلع بتحتوي على 29 سلعة مدعمة ومختارة بعناية وبتلبي احتياجات المواطنين، فيقدر في الحالة دي يتفاض معاه في الدعم 100 جنيه 150 جنيه 50 جنيه. يقدر ياخد بقى من باقي السلع بخلاف السكر والزيت والرز والمكرونه ما يشاء منه. طيب هل هو المواطن من حقه او اجباري عليه ياخد الثمانيه سكر والاربعه زيت؟ لا، احنا بنقول ده الحد الاقصى ليه لو عايز ياخده. لو مالوش رغبه فيهم ممكن يستبدلهم باي سلعه ثانيه قد يكون ليه احتياجات اخرى بخلاف يعني السكر. لو انا احتياجي اقل من كميه السكر المقرره ليا اقدر ابدلها بحاجه ثانيه. ما فيش اي مشكله. بس هيبدلها بحاجه خلاف السكر والزيت بقى. اه طبعا. عندنا في سمنه، عندنا صلصه، عندنا دقيق، عندنا شاي، عندنا منظفات، عندنا جبن، عندنا تونه، عندنا مربى، يعني في بقول لحضرتك القائمه بتحوي على 29 سنه. طيب برضو عشان الموضوع ما يلتبسش عليا. اتفضل. لو افترضنا ان انا راجل مش مستهلك للسكر لكن مثلا مستهلك للزيت شويه، هل هينفع ابدل السكر بتاعي بزيت؟ لا. هتاخد الحد الاقصى للزيت بتاع حضرتك. أوه. زي ما حددناه. لكن ابدل السكر او الزيت بحاجات تانية غير السكر والزيت. هتبدله بحاجات تانية. فهمت. زي ما قلت لحضرتك من باقي 29 سلعه
اللي موجودين عندك في قائمة السلع. مكرونة ماشي، رز ماشي. لا المكرونة والرز برضو محددين الكميات. أنا بقول لحضرتك بقى عندنا 25 سلعة بخلاف الأربع سلع دول. ماشي أوكي كده فهمت. كده فهمت. في صلصة، في كل، في صابون، في منظف أوتوماتيك، في منظف عادي، وخلاف ذلك السلع كلها معروضة قدام المواطن ومختارة بعناية. ودايما معالي الوزير بينقي القايمة وبيشوف السلع الأكثر احتياجا للمواطنين بيدفعها على قائمة المعروض بالنسبة للسلع التمويلية مدعم. طيب أنا النهاردة كل البطاقات التموينية بتستفيد بالشرائح اللي هي 100 200 300، يعني لو افترضنا زوج وزوجته وابنه هم كده ثلاثة على البطاقة، يستفيد بالدعم الاستثنائي ولا لا؟ طيب هو ده برضو سؤال جميل جدا عشان برضو ما يحصلش لبس عند المواطنين. ايوه احنا عندنا البطاقات اللي استفادت بالدعم الاضافي دوت على مستوى الجمهورية ما يقارب 8 مليون بطاقة من اجمالي حوالي 22 مليون بطاقة. ماشي. يعني احنا بنتكلم في حوالي 40% فقط من البطاقات التموينية. اوكي. بتشمل حوالي 35 مليون مستفيد بنسبة حوالي 50% من اجمالي المستفيد. كويس. البطاقات ديت تم تحديدها بمعرفة لجنة العدالة الاجتماعية وبتحتوي على ثلاث فئات. الفئة الأولى موظفي الحكومة والقطاع العام اللي مرتباتهم بحد أقصى 2700 جنيه. المعاشات بحد أقصى 2500 جنيه. أصحاب معاش تكافل وكرامة. أصحاب معاش الضمان الاجتماعي. هذه البطاقات، هذه الفئات هي الفئات الوحيدة التي تستحق هذا الدعم الإضافي. يعني أصحاب المعاشات، معلش هنقولها تاني. اتفضل. حضرتك قولها لي معلش تاني. موظف الحكومة. أيوة. موظف الحكومة والقطاع العام اللي مرتباتهم حد أقصى 2700 جنيه. أوكي. طيب. المعاشات بحد أقصى 2500 جنيه. أوكي. ماشي. أصحاب معاش تكافل وكرامة. أصحاب معاش التضامن. هي دي الفئات اللي تم خضوعها للزياده المقرره الاضافيه. فهمت كويس جدا. ال 100 جنيه وال 200 جنيه وال 300 جنيه اللي هيميزهم مش بعدد الافراد الاسر ولكن بعدد الاسر داخل البطاقه التموينيه. بمعنى يعني ممكن بطاقه يبقى فيها خمس افراد بس هي اسره واحده. فهمت. زوج وزوجته ثلاث ابناء مش متزوجين. فدي اسره واحده بتستحق 100 جنيه. وممكن بطاقه يكون فيها اربع افراد وبتستحق 200 جنيه. بيبقى زوج وزوجه وعنده ابنائه الاثنين متزوجين بس معاه لسه في البطاقه. اوكي. فهنا في اسرتين هيستحقوا 200 جنيه وهكذا. طيب. يبقى احنا الدعم ال 100 وال 200 وال 300 مش بعدد افراد البطاقه ولكن بعدد الاسر داخل البطاقه التموينيه. ده معناه انه لو فلان الفلاني متجوز بس ما بيشتغلش في الحكومه، مش هقول بقى معاش، ما بيشتغلش في الحكومة وبيشتغل في أي جهة من جهات القطاع الخاص، هو كده ما ياخدش الدعم الاستثنائي؟ لا ما ياخدش الدعم. حلو قوي، عشان برضو ده كان من ضمن الأسئلة اللي بتجيلنا، لأن احنا كنا بنراجع الصفحة بتاعتنا وبنشوف الأسئلة اللي جاية قدر الإمكان نعرضها لحضرتك بحيث ان احنا نقدر نفهم. يبقى الناس اللي بتشتغل في الحكومة بحد أقصى 2500، المعاشات بحد أقصى 2700، المعاش 2500، وكل تكافل وكرامة وكل ضمان اجتماعي. وكل الضمان الاجتماعي كده. هي دي الفئات المستحقه للدعم الاضافي. وبالتالي برضو احنا بنبعت لهم رساله على بون الخبز بتاعهم بنقول لهم ان انت مستحق دعم اضافي 100 جنيه اعتبارا من شهر سبتمبر لمده 6 شهور او 200 او 300. ومؤخرا تم ارسال الرسائل اس ام اس على الموبايلات الخاصه بيهم علشان يبقى برضو عندهم المواطن وهو رايح يصرف بيبقى عارف ان هو عنده الدعم الاضافي بيقدر يحدد احتياجاته قبل ما يروح للمنفذ التمويني ويشوف الاحتياجات بتاعته اللي هياخدها بالدعم بتاعه ايه. هايل جدا، اشكرك جدا 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 يا فندم، كل الشكر على هذا الايضاح الوافي جدا. شكرا استاذ محمد سعد الله وكيل وزاره التموين بالاسكندريه.